تمام تمام تفضل. تمام. عليكم السلام. مدير الانتاج. السلام عليكم. مهندس معتز. معنا المهندس. مهندس يونس. مهندس نعيم. مهندس نعيم عبد الله. معنا المهندس معتز والمهندس عمر. هنبتدي اهوت على اختبار الطرمبة ان شاء الله. تمام. اذا بتحب ناخذ لك صور واضحه من جيب الشاب. انا بعمل فيديو وبعمل مونتاج. وين الجدول البمب؟ تمام تمام. السلام عليكم. السلام. يا سلام. هاي النمذة تاع الموتور. تمام. اثنين. كيف الانجن. هاي يا جاهز الاختبار. مش مستعد تيجي الاختبار معنا تاني؟ لا الاختبار الثاني ما التجهيزات اللي بتيجي مؤخرا جاهزه. لكن ما بيحصلش نشيك على حاجه ولا؟ احنا بنشيك انه هون شيك ثاني مره تشيك بس المشغلها عشان نتاكد منها انه الالاينمنت كويس. طب ممكن نشغلها حتى نشوفها؟ والله اذا باش نشغلها حتى من اول تم شغلنا لك اياها لما تيجي. تمام. 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 لا لا ما شاء الله معروفة يعني شركة السيكو معروفة يعني شركة كبيرة يعني. توفيق إن شاء الله. شغل منظم. تمام. طبعا هو تم التجميل في مصنعنا في دبي. تمام. لكن فهي مختبرت هناك وشهاداتها. نعم. طب خلاص طالما نهاية السنة يكون في هون مختبر. تمام. يصير في عندنا تجميع مضافات. لو في السعودية لو اختبرت هنا كمان تبقى أفضل فعلا. أكيد طبعا. يعني تبقى أفضل. فدي خطوة كويسة يعني بيختبر هنا يبقى أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أي حصلت تعبت غسلات الكير. تمام. هي نفس هاي نفس الطرف اللي في الصف. أي. وين الطوارئ؟ وقت التشخيص. راح تيجي عنه هنا. تمام. تعمل الإكسبكتشن تأخذ الشهادة عليه بتختار قفل عليه يقال أفهم إن شاء الله بدي لك. تمام. هاي أوريا. مسمى سفيكو السلندر اسم سفيكو. بس انتوا ال هذا يقال ان شاء الله احنا في مقدم يعني ان شاء الله قريب جدا ناخذ اليو ال ان شاء الله باذن الله. يا ريت كل الاختبارات تبقى عندك. والله احنا احضرها تبقى افضل هنا يعني. ان شاء الله. تمام. في عندنا كمان محطه ثانيه هي Thank you.
السنة. مثل انزلات الـF-18 هذا كله يو ألف سنة. اه تمام. أبعد درجة الأجهزة هنا حط الهيدروجين والضغط فحص الجهاز كامل. تمام ما شاء الله لا بسم الله. طب وبالنسبة للطفايات اللي انتوا ورطتوها لنا؟ اي طفايات؟ في طفايات جاية جات من سفيكو سي او 2 سي او 2 طفايات اسم الطفايات هناك هاي بزات سيستم ايوه هلا بفوتها هذا كل سي او 2 تحت الجهاز بعبي من الدم التعبئة. تمام. طب انتوا ورطتوا لنا حاجات طبعا هي تاريخ التعبئة بتاعها مظبوط ايوه بس التاريخ دوت انت عارف ان هو بعد 6 شهور بيتعبى تاني ممتاز. انتوا طبعا اللي عليكم برضه هتيجوا تعبوها تاني صح؟ والله لا الصيانة هذا في عقد صيانة للتعبئة مش في عقد صيانة معهم في التعبئة ولا؟ عقد الصيانة مع مين؟ والله ما بعرف ما اعتقد لسه لا عقد صيانة مش معنا. لازم هيك تدخل على الفرن دي عند المعماري ديت بيطلبها دايما هذول ايش؟ الابواب المكمل للحريق دي للمعماري هتستفيد المعماري اكتر لان هي بتيجي ايوه قال في منها مانيوال ايوه ايوه دي للمهندس عبد الله طالب في عندنا مهندس معماري هو اللي طالب الابواب الحريه ايوه تمام. السلام عليكم. هذا قسم الزبائن الحريق في منها يقال وفي عندها يقال هي بتصنع الابواب دي نعم تصنيع الابواب اللي هي المقاومه للحريق تمام. هون الكابينيت هاي انواع الكابينيت ايوه كباين الارامكو الله ينور هاي انواع كباين كل انواع ايوه اي كل انواع كل انواع كباين في ماجستير في الهايلاين في الميرور في البنتنج الكلر كل انواع كباين ما شاء الله حسب الطلب حسب طلب لا تمام ما شاء الله الصناديق اللي قدامك بالفيديو هاي تصنيع خاص للحرم حرم النبوي تمام ده حتى كمان ما شاء الله يعني يعني سبيشال ريكويست حتى لو تفتحها وتشوف المفصلات تبعتها عشان تشيل الرخام لانه بيركب عليها رخامه ايوه ايوه لا ما شاء الله هي امبيدد غاطسه كلها ومغطيه اصلا بالرخام تمام ده شغل ما شاء الله يعني الله ينور عليك الله ينور عليك على مستوى عالي شغل شغل هو مصنع شكله مصنع محترم ما شاء الله يعني مصنع اسفيكو ده معروف يعني ما مش احنا اللي نقيمه يعني انتوا خير البركه يا رجل لا لا مصنع سيكو احنا عارفين من قبل ما نيجي يعني ما شاء الله طبعا في فوق خط انتاج للهوزات تمام الهوزرية نفسها ايوه كله بينتج من الصفر هون تمام بتحب نطلع نطلع نبص مفيش مشكله السلام عليكم. تمام. تمام. ودرجة الحرارة اللي بتحملها والضغط وكله. تمام. هبتدي يتلف بعد كده تمام وبعدين يطلع هنا بالشكل نعم بعد هيك بيجي باخذ الكواليتي كنترول ايوه باخذ عينه من كل يحصل له اختبار كل باتش كل كم ساعه باخذ عينات تحصل لها اختبار بحسب الجوده تمام تمام لما الله ينور لا ما شاء الله ما شاء الله لا شغل شغل عالي والله ما شاء الله بعدين تنزل على الفرن تمدح أيوة. تحت في الأسفل ايوه ايوه ما شاء الله خطوط جامده بصراحه
في الزاوية خطوط التغليف يعني مش خطوط هي ماني ولا أي حب تشوف ما في مشكلة خلاص عشان مهندس معتز. السلام عليكم. مجرد البرنامج متبرمج مظبط على ال تمام. البرنامج ده جاي لكم برضه من الامارات ولا البرنامج جاي منين المبرمج عليه؟ ده هو بيسوي بالدكار داخل البرنامج المبرمج. تمام. الله ينور. الله ينور. تمام. تمام. نعمل لها برضه ايه. تمام برضه ما نعمل لها كده. ممكن شيء منها يكون اكسبيرت بس بيكون اتجدد. تمام وكلها برضه موجوده دائما على الويب سايت تبعنا. تمام تمام.